أسبوعين نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة استشارات، ومع المستشار الدكتور عبد الله حمودي. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الله. الله يحييك. أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا جمهورنا العزيز. الله يعافيك دكتور عبد الله. وردنا سؤال من أحد الأمهات تتكلم عن ابني مراهق أتعبني، كيف التعامل معه، وما هو وهل المراهقة سبب كافي للتجاوز عن السلوكيات السيئة؟ ودنا ناخذ هذا السؤال ك يعني عنوان لهذه الفقرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. المراهقة حقيقة تم الخوض فيها بشكل كبير من أطراف عدة، وصارت بعض الأحيان شماعة يعلق عليها الأخطاء الشباب، أن في سن المراهقة وأن يترك وأن كذا وأن بحال لا يحاسب، وكأن السبب خارج عن إرادته لأنه في هذا السن يتصرف. هذا خطأ طبعا، يعني سواء في التاريخ الإسلامي ورد وبرز أن قادة المسلمين وكثير من شباب الإسلام برز في هذا العمر، يعني في العمر اللي ما يطلق عليه عمر المراهقة، اللي هو من يعني مراهقة يقسمونها العلماء إلى ثلاث أقسام، يعني مراهقة مبكرة اللي تبدأ من تقريبا من 11 سنة بالنسبة للأولاد إلى 14، وبعدين من 14 18، ومن 17 18 إلى 21 يعتبرها مراهقة متأخرة. لكن حقا هي يعني 10 سنوات، وفي عنفوان الشباب لا يمكن يعني نضع إكس عليها وأن الشباب يتصرف فيه يتصرف، لأن هذا العمر حقيقة هو الأساس لما بعده. صحيح. فأنت تتكلم عن مرحلة ابتدائي متوسط ثانوي، نهاية ابتدائي متوسط ثانوي، هذه أفضل مراحل الشباب، وهي يعني حتى في الجامعة لا يقبل إلا بمعدل جيد ولا يقبل إلا بسلوك جيد في المرحلة، فلا يمكن أن نهمش جميع هالمرحلة 10 سنوات من عمر الشاب. إذن هو مسؤول عن جميع تصرفاته كمراهق. جدا جدا. وعلى الوالدين أن يحاسبوه كما يحاسبون. يجب أن يحاسب، يجب أن يوجه، لكن بالمقابل يجب أن نعي أنه يمر بمرحلة تغيير عالية، وأن نكون بقربه في هذه المرحلة. جميل. وهذا مهم حقيقة. الإشكالية اللي تصير إحنا نغفل عن ما قبل المراهقة، ونعتقد أن المراهقة حدث فيها تغيير كبير، هو ليس تغيير، هو نتيجة ما قبلها. فكثير من الأحيان الأباء والأمهات يغفلون عن الشباب في عمر يعني من 6 سنوات إلى 12 سنة اللي مرحلة البدائية، فالعمر هذا يتكون شخصية الإنسان من بعد 6 سنوات، هي مقدمة للمراهقة. أيوة. لكن في هذا العمر هو حقيقة لا يستطيع التعبير عن نفسه. نعم. فيتم الضغط عليه وقبول أي شيء، ويعني فيصير هو مكتوم. نعم. وينفجر في عمر 12 سنة، يبدأ يعبر عن نفسه، ونقول له يعني الولد تغير، وبعض الأحيان نتهم الجيران ونتهم الأصدقاء ونتهم المدرسة. نعم. وما ندري شو اللي غيره. لا، هو الآن بدأ يعبر عن نفسه. نعم. فنتيجة سلوكي تصرفاتك مع السابقة بدأت تظهر. جميل. ومهم جدا أن نتعامل معه بشكل جيد. هو كثير من الأحيان يأتي الأبي والأمة، والبنت تجي الأمة، يا ابني يا يمه يا أبي أنا أبغى أتكلم كذا، ما يسمعون لهم. بل يتهمون، بل احنا من الاشكاليات اللي نقع فيها كثير ان نساعد الطفل على ان بناء جدار بيننا وبينه، يعني ياتي الطفل مثلا الشاب يقول والله انا ضربت فلان في المدرسه وسويت، فعلى طول طيب ليش تسوي كذا، انت فيك مشكله، انت فيك كذا، ويتهم وكذا. وكذلك البنت لما تقول والله واحد رمى عليه رقم جوال وكذا، وخذته وشققته ورميته بوجهه، طيب الان تعبر عن نفسه. فلا بد ان نحتويهم ونسمع كلامهم، لانه يخطئ وهي تخطئ. فالكلام هذا وش اللي يقولون عادة، تقول لي أنا الغلطان، أني قلت لكم أصلاً. أني قلت لكم أني قلت ماذا أقول لكم مرة، ليش أنا كل مرة أجي أقول لكم؟ صحيح. فأنا المرة القادمة سأذهب إلى شخص آخر. نعم. وهنا يسمونه الصدور المكشوفة. ما هو الصدر المكشوف لهذا الابن؟ إلى من سيلجأ بعد الله؟ فيلجأ إلى صديق، ممكن إلى قريب، ممكن إلى مشرف، ممكن يعني قد يكون الصدر هذا جيد، قد يكون سيء، وقد يكون سيء. جميل. طيب، وقد يستغل. سؤال ابني أتعبني، هذه العبارة أتعبني. إيه؟ فإذا الكلام كان تقول أن التعب ليس حصيلة اليوم، إيه، هي حصيلة ما زرعته الأم والأب في مرحلة الطفولة تقريبا أخرى حقيقة، والآن بدأ يبرز. طيب إيش التعامل المناسب يعني مع إزعاج مثلا إذا سميناه مراهقين؟ طيب هو الآن يمر بمرحلة، مرحلة حب الاستقلال. نعم. أنما أنا رجال ولا بيحد يتصرف فيني، وذلك هي يعني أخطر مرحلة هذه، أنها من السلوكيات خاطئة التدخين، والتدخين يجر بعدها المخدرات لا سمح الله. نعم. لأن أكبر سن يدخن فيها الشباب في المرحلة هذه بداية إثبات الرجولة. نعم. يبغى يثبت. نعم. رجولته الآن، وطبعا التدخين تقريبا أكثر من 60% في المرحلة هذه من المدخنين يقعون فيه،
وأكثر من 60% من المخدرات يكونوا سبق دخنوا في المرحلة هذه فيتجر مخدرات لاحقا، لأنه قاعد يعبر عن نفسه بطريقة خاطئة وأي طريقة ممكن حاجة تجر حاجة تجر حاجة. فهو الآن يعبر عن نفسه، وطبعا يتعرض لأشياء كثيرة، يتعرض إلى نمو جسدي سريع الأكتاف والصدر ويتعرض في مرحلة متقدمة شوي إلى يعني نمو الشعر في أماكن مختلفة بالجسم، بعض الأحيان الهرمونات، بعض الأحيان لأنه يعني يصير عنده مرحلة البلوغ ويبدأ يطلع عليها أثار أخرى. فهالتغييرات هذه هو الآن قاعد يفكر شلون قاعد نموه يصير بشكل هذا، ونفسيا كذا، فعنده نمو جسدي صحي، عنده نمو ثقافي، قاعد الآن ثقافة جديدة دخل مرحلة وسطة، وعنده نمو ديني، يفترض أن الآن بدأ يكلف أشياء، وعنده النمو الاجتماعي الآن صار يعني يبدأ يعتمد عليه الأب، فكل هذه تتزاحم معه في المرحلة هذه، فيجب حقا أن نكون حذرين ونكون مساندين له. كيف طيب هذا السؤال دكتور، كيف نساعد ابننا، كيف أن نكون قريبين منه في مرحلة المراهقة بدل ما يكون متعب لنا يكون يعني أول شيء هو يحقق الآن يحقق ذاته. جميل. فأقوى شيء يحتاجه بدراسة، احنا مسوين عدة دراسات. نعم. أقوى شيء يحتاجه الابن الآن، وهذا من أغرب ما يجي، يعني لما أسأل الأباء يقول يبغى فلوس. نعم. أعجز وأنا أعطيه فلوس ما يبغى سيارة ويبغى يسوي، هو يقول أبغى الاحترام. جميل. احترمه، اسمع كلامه. مخطئ، بتفرج عن مباراه، بروح مع زملائي بر، احترم اسمع كلامه. ليس بالضروره تحقق ما يريد، لكن لازم انك تسمع وتناقش. الاحترام يكون بسماع الكلام، باحترام، باحترام تعاملك كرجل، تعامل انك امراه، لان لا تتوقع ان الطفل اللي قبل امس استمر طفل، الان هو بالنسبه لا صار رجل. طبعا هو يتنازع شيئين، يتنازع حب الاستقلال، هو ما يبغى، يبغى يسافر، يبغى يتركك، ما يبغى البيت اطلاقا ولا يبغى الوالدين، لكن عند المصدر الدخل من الوالدين، فهو يخضع لهم، يبغى فلوس ويبغى يستقل كذا، فيتنازعونه. ففرصة الأبناء الآباء أثناء القرب يكونون جاهزين معه، لكن العيب اللي يصير في الآباء والأمهات أثناء القرب تأنيب ونصائح شديدة بقوة وتوبيخ. أثناء القرب قصدك يعني العلاقة تكون طيبة، يطلب منهم يبغى كذا، فيبخونه، فالآن بس يبغى تنتهي. فسمونه الشباب مقزز، قزز، يقول مقزز بشكل كذا ما يسمع شيء اصلا، لكن هو اثناء يعني الاقتراب له يفتح اذن الفيل يسمونها. فعندنا حق وسيله. ليش ما تسوون الوالدين فيها؟ احنا دائما نحدث ما يريد لا ما نريد، وهذا مهم. هو لما تقول له، لما يجي يطلب فلوس، قال انت متى بكفو، انت تسوي نسوي، احنا ما نسمع كلامك ترى، يبغى الفلوس بس ويمشي لكن تقول له تعال وين بتروح ان شاء الله مع زملائك، وين بتروح البر ولا ها؟ والله بطلع لأخوياي، وين بتروح؟ ترى في برا هو الآن يعتقد أنك بتمنعه أو بتشير عليه بنصيحة زي نصائح الأولى، لا أجيب له شيء جديد. حلو. قل ليش ما تروح المحل الفلاني؟ ترى والله محل ممتاز وجيد، ها؟ غريب. جميل. تروح أخوياك والله في مقهى هناك حقيقة جميل جدا المقهى هذا. حلو. فالآن هو صدم. شاركت بنفس الاهتمام. هذاك ما كنت تهتم فيه، لما تنصح أنت ما تهتم فيه، اهتم باحتياجاته. فقل له في كذا، بتروح مباراة. فاستغرب انك قاعد تدخل في خصوصيات اللي هو يعني هو مبعد عنك خوفا منك. نعم. فلما دخلت كسرت الحواجز بينك وبينه، كان هو صحبه صارت بينكم، هذا اللي نحتاجه. جميل. احتاجه فيقترب اليك ويبدا عاد. هو لما الان سمع كلامك هذا قال لي والله انا ودي اروح ذاك، بس ذاك في ناس يعني خربانين او كذا وفي كذا، الان ما عندك مشكله معه. نعم. وحتى انت ممكن تلمح له تقول المقاهي بعضها، انا يعني انا ما عندي مشكله بالمقاهي، لكن انا يضايقني في المحل ذاك انه في دخان مثلا، هنا بيكون قبول اكبر اكيد، جدا قبول. جميل. جدا فويس يعني نسميه احنا فتح اذن الفيل. فبرنامج هذا برنامج من اقوى البرامج، برنامج المجارات والقياده، كيف تجاري الناس؟ تشرح لنا اياه باختصار دكتور، برنامج التعامل مع المراهق مع ضرب المثال يعني. بالضبط. انت تجاري فيما يريد وتقوده الى ما تريد. يعني تبغى تنصحه لا تنصحه مباشره، جيب له اي شيء محبب ويناقشك فيه، ثم قل بس عيب هالمكان مثلا انك بتروح المقهى، انا ما عندي مانع، انت خوف بالتدخين؟ نعم. فلا تقول له انت تروح المقاهي في تدخين، قل والله انا عارف انا اثق فيك ولدي، بس ترى في رفقاء السوء المنطقه هذه فيها ناس سيئه وكذا، وانا عارف انك تقرر، بس انا والله ما ودي اشوفك اصلا معهم. فان جريته في اهتمامه. ايه. ثم ينبسط في... كلها بدو شخاف. حتى انه يجي بعض الاحيان يقول كنت خايف من هبه، خايف من كذا كذا كذا، انا اعدك اني ما اسويها، قل والله انا اثق في كلامك. يريحك من الاخير، تريحك، تريحه ويريحك، وانت يسهل عليك رقابته. جميل. لانه يبدا يسولف عليك عن اصدقاء الأماكن اللي يروح لها، فأنا يعني سهلت عليك الأمر كثير. ممتاز جدا. إذا نرجع لسؤالنا دكتور، ابني متعبني، نتكلم حين مثل ما ذكرت أنت أن
مرحلة المراهقة ليست هي نتاج يوم وليلة، هي ترسب سابق. نعم. وقد بالوسائل اللي ذكرتها، وخاصة النقطة الأخيرة اللي هي المجاراة ثم الانقياد. وهل المراهقة عذر كافي بأن المراهق يتخلى عن مسؤولياته؟ أبدا، هي ليست عذر. واقتربوا لأبنائكم، افتحوا صدوركم، اسمعوا منهم. نعم. يستمعوا منكم. جميل. أعزائي المشاهدين، كونوا معنا في رحاب التربية ومع فقرة أخرى من برنامجكم دوائر. أحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. قل ولا تقل، قل ولا تقل، قل ولا تقل. لا تقل لطفلك قم ادرس واترك اللعب، فالدراسة أهم. بل قل إذا أنهيت دروسك باكرا سأشاركك في أي لعبة أو أي نشاط تحبه. وأحيت كل من تاه وحار.